اهلا بيكم في حلقه جديده من ريمونتادا. النهارده اجريت قرعه الادوار التمهيديه لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه. الاهلي حامل لقب دوري الابطال هيبدا مشواره من دور 32 وهيلعب ضد الفايز من مواجهه سان جورج الاثيوبي وام كي ام بطل زنجبار. وهيلعب بيراميدز اللي بيخوض البطوله لاول مره قدام صاعد من ماتش الجيش الرواندي وجاديكا صومالي في دور 32. في الكونفدراليه هيبدا الزمالك 30 ضد صعب من ماتش أرتا سولار بطل جيبوتي وورسيد بطل سمال. وهيلعب فيوتشر ضد الفايز من ماتش سيجاندا التنزاني وجاكي يو بطل زنجبار. تمنياتنا بالتوفيق للفرق المصرية الأربعة اللي هتشارك في البطولات الأفريقية الموسم اللي جاي بإذن الله. ونروح لأخبار النادي الأهلي. النهارده اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح. تمت مناقشة بعض الملفات الخاصة برحيل بعض اللاعبين وتطورات ملف المفاوضات مع بعض الأسماء المرشحة وعلى رأسها المغربي رضا سليم نجم الجيش الملكي. تعاقد الأهلي مع صفقة وحيدة لغاية دلوقتي الموسم الجديد بالحصول على خدمات إمام عاشور نجم وسط ميدلاند الدنماركي. قدم سيد عبد الحفيظ مدير الكورة بالنادي الأهلي تقرير شامل عن أحداث مباراة بيراميدز اللي فاتت في الدوري الممتاز. ناقش عبد الحفيظ مع محمود الخطيب رئيس النادي وقعت اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي لاعب بيراميدز. الساعات اللي فاتت شهدت جدل كبير بخصوص مستقبل النجم التونسي علي معلول ظهير ايسر الاهلي. وذكرت التقارير التونسيه ان معلول قرر الرحيل عن الاهلي بعد 7 سنين من التواجد مع الفريق، خصوصا انه تلقى عروض تونسيه ومغربيه. تعالوا نروح نشوف تقرير عن اراء الجماهير في البديل المناسب لو رحل علي معلول عن الاهلي ونرجع نكمل باقي اخبارنا. هو علي معلول مش هيجي زيه عامه، هو ادى الاهلي كتير فاهم، والاهلي المفروض يعني ما ينفعش ان هو مثلا يخليه يسيب مثلا في اخر سنتين ليه او لا، لازم يفضل حتى لو هو مش هيشارك في مباريات كتير. ممكن يجيبوا مثلا يحاولوا يجيبوا فتوح بس برده مش بنفس الطريقه اللي هم جابوا بيها امام، تمام؟ يحاولوا يجيبوها بطريقه عادي، تمام؟ اما معلول ان هو يسيب الاهلي ده ما ينفعش، يعني هو راجل معلش كهو تونسي يعني كان بينافس الانديه التونسيه وهو في الاهلي اكنه اهلاوي ومتربي في الاهلي وابن الاهلي. في لعيب في بيراميدز اسمه محمد حمدي، لعيب كويس جدا باك ليفت، لعيب دولي بيلعب في المنتخب يعني، هو قوي وسريع وعرضياته كويسه، ده بديل مناسب لعلي معلول يعني، وابن الاهلي في الاول يعني والاخر. في كذا حد مثلا عندك احمد فتوح، عندك محمد شكري بتاع سيراميكا، عندك بس هو دول احسن اثنين اللي بديل علي معلول يعني. هو طبعا هيبقى احمد فتوح لاعب الزمالك، هو طبعا خامه عاليه جدا، هو احسن جناح في مصر لغايه دلوقتي، هو هيبقى البديل الانسب لعلي معلول. انسب واحد يعني هو احمد ابو الفتوح، بس يعني ما ينفعش، انا مش عايز ان هو يسيب الزمالك، اعتبر الزمالك يعني ما فيهوش غير 3 لعيبه، ان هو زيزو وابو الفتوح وشيكا برضه ممكن يساعد. هو في لاعب ناشئ جديد اسمه كريم الدبيسي، اللاعب ده حلو لو خد فرصته كويس هيعمل شغل كويس قوي مع الاهلي يعني. لاعب لسه سنه صغير وامكانياته كويسه ورجله كويسه على الكوره يعني، رجله كويسه في الكوره، ولو خد ماتشات مع التكرار هيجي منه كتير قوي. ومن الاهلي للزمالك، والفريق الابيض بيستعد لماتش الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعه اللي جايه في افتتاح المشوار بالبطوله العربيه. خاض الفريق تدريباته لماتش المنستيري على احدى ملاعب عكاظ بالسعوديه، وشهد مروان تعليمات مشدده من المدرب اوساريو خاصه في الجانب الدفاعي. شارك عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعيه بعد تخلصه من الاصابه اللي تعرض ليها في ماتش الاهلي بالدوري، واصبح سيسي جاهز لماتش الاتحاد المنستيري بصوره طبيعيه بعد ما خاض تدريبات الزمالك. المنتخب الوطني اكد في بيان رسمي بقاء البرتغالي روي فيتوريا مدير فني بعد ما تلقى عرض من اهلي جده السعودي. وطرف محمد غرابه مدير المنتخب ان فيتوريا عنده عرض السعوديه ولكن متمسك بالبقاء مع الفراعنه. تعالوا بقى نروح نشوف تقرير عن توقعات الجماهير بخصوص تاثر المنتخب برحيل فيتوريا ونرجع لكم مره ثانيه. اكيد هيتاثر، لاني انا شايف ان فيتوريا ابتدى يجمع الفريق بشكل منظم،
في منتخب حسن شحاتة 2006 و8 و10 ابتدت اللعيبة تفهم بعضيها، ابتدى يعمل معهم شغل ممتاز. المباريات اللي فاتت اللي احنا اتفرجنا عليها في شغل، مع المباريات الودية اللي هيشتغل عليها في الفترة اللي جاية هيبقى في شغل كويس، وهيبقى منتخب هيبتدي يعمل شغل اللي هو المنتخب المصري اللي هو بنلعب كرة حلوة جميلة زي ايام 2006 و8 و10. لكن لو رحل هيتأثر المنتخب. طبعا هيتأثر، خصوصا ان فيتوريا بقيله بتاع اكتر من سنة تقريبا مع المنتخب المصري، يعني اللعيبة حفظت طريقة لعبه، يعني التفاهم مع بعض بقى، طبعا خطة اللعب مع بعض كانت واضحة، وخصوصا كانت نتائجه في الفترة الأخيرة كانت كويسة، يعني كانت أحسن من اللي فاتوا يعني، وصعد أمم أفريقيا والنتائج كانت كويسة، حتى كانت نتائجه كطريقة لعب يعني، فكنا مبسوطين من المنتخب يعني، فطبعا أحس إن أنا هتأثر أكيد يعني. أكيد هيتأثر، إحنا شفنا أداء تاني، المنتخب اتغير وبقى فيه هجوم، بقى منتخب، فهو لو مشي أكيد هنتأثر جامد يعني، مش هنلاقيه مدرب زيه تاني. لا مش هيتأثر. لو هو زي أي مدرب جه. زي اي مدرب جيف مع المنتخب، فلو مشي هيجي واحد تاني وهيمسك، بس هي الفكره في اللعيبه اللي معاه. اللعيبه لو قدمت اي مع اي مدرب لو كان مين هيكسب، بس الفكره بس ان اللعيبه تقدم الكوره بس اللي احنا عايزينها. لا انا مش شايف ان هو المنتخب هيتاثر بيه، يعني انا شايف ان هو لحد دلوقتي ما قداش مع المنتخب بشكل كويس، يعني مش حاسس ان هو المدرب اللي عمل طفره جامده في المنتخب. ما احنا عندنا فرقه كويسه جدا، سواء كان زيزو او سواء كان تريزيجيه او سواء كان صلاح، مصطفى محمد، عندنا خط نص ملعب يعني كويس جدا، عندنا مدافعين كويسين جدا، واحد زي الشناوي، مش شايف ان هو يعني عامل طفره جامده، يعني مش مخلي اللعيبه في كوره، مش شايف كوره يعني، مش شايف في تكتيك بيتعمل في الملعب، شايف ان زيه زي اللي كان موجودين عاديين، مش شايف ان في حاجه كويسه يعني، ما فيش اضافه موجوده كويسه. متهيألي مش هيتاثر، ان اللعيب المصري خامه ولعب معين، فانا من رايي ان لو مدرب مصري افضل، من وجهه نظر يعني مدرب مصري، وفي عندنا مدربين كويسين زي مثلا حسن شحاته مسك المنتخب وعمل اللي ما عملوش اي مدرب اجنبي بالنسبه للعيب المصري، فانا من وجهه نظري ان افضل مدرب المدرب المصري، عارف امكانيات اللعيبه وعارف الخطه اللي يلعب بيها مع اي منتخب ان كان، سواء انا من وجهه نظري لو مش عادي، بس يكون مدرب كويس اللي يمسك المنتخب. بدات مار شريف منافسات بطوله هامبرغ المفتوحه للتنس المقامه حاليا في المانيا. خسرت اللاعبه المصريه في الدور الاول امام الالمانيه ايفاليس المصنفه رقم 167 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-1 في غضون 89 دقيقه. ونروح للكرة العالمية. تعادل باريس سان جيرمان أمام النصر السعودي دون أهداف في مباراة ودية النهاردة الثلاث في اليابان. وشارك في ماتش كريستيانو رونالدو نجم النصر واللي بيستعد لخوض البطولة العربية اللي بيشارك فيها الزمالك. وبكده تكون انتهت أخبارنا النهاردة، ونرجع نكمل بعد الفاصل مع كابتن ميدو.